الرحلة رقم 16 في الحلو الترحال، حطينا فيها بدولة تعتبر من الأماكن المهمة لمشاهدة ظاهرة الشفق القطبي في موسم الشتاء بالتحديد، أما في موسم الصيف الأنشطة مختلفة. في دولة شاسعة وألذ سمك سلمون تلاقونه في هذه الدولة بحسب تجربة ضيفنا المهندس عبد الله جدي في النرويج. النرويج بلد المغامرات، هي من أجمل الدول اللي الواحد ممكن يزورها، يشوف طبيعة خلابة، بلد الشلالات، شلالات لا عد لها ولا حصر، تقريبا فيها أكثر من 3000 شلال، بحيرات وين ما تمشي تقعد، تقدر تصيف، تاخذ سيارتك تسوي رحلة، تقدر كل يوم تقعد على بحيرة معينة تستانس فيها، تشوف الطبيعة الخلابة دام دار الجبال والأنهار. يعني إذا بتروح النرويج أنت تأكد أن أنت تمتع حواسك وتمتع ناظريك بكل شيء أنت تشوفه. إحنا خلنا نبدأ من العاصمة. العاصمة هي البوابة، تعتبر أصغر عاصمة في أوروبا، بوابة النرويج. ليش بوابة النرويج؟ لأنها كل الطيران وكل شركات الطيران توصل الى النرويج من اوسلو، العاصمه اوسلو. من اوسلو تبي هني، اذا انت رايح بالصيف راح تروح تطير لبرغن او تروح بالسياره او بالقطار الى فلام مثلا. من فلام طبعا هي، اذا سامعين بزلمسي بسويسرا، هي زلمسي النرويج. راح يصادفك شلالات، يصادفك قمم جبليه، يصادفك حتى هايك تقدر توقف وتصعد له، خصوصا بالصيف تصعد تسوي هايك. فلام شيء ولا بالخيال. عقب ما نخلص فلام نقدر نروح، اذا احنا كنا طريقنا بالسياره ونفرض انها بالسياره، ممكن نروح منطقه اسمها بيرغن. بيرغن هي ثاني اكبر مدينه بالنرويج، مشهوره وايد، فيها قمم جبليه، هي صايره على المحيط الاطلسي، مشهورة بسمك السلمون، أحلى سمك سلمون ممكن تأكله في النرويج. من بيرغن هم ممكن تزور الحدائق النباتية اللي موجودة في بيرغن، هذه سوتها جامعة النرويج أو جامعة بيرغن، كانوا يدعمون الخضار والأشياء هذه أكثر من ما عندهم. تخيلون أكثر من ما عندهم، بيرغن فيها دعم من الجامعات ومن الدولة نفسها أن يسوون مناطق خضراء. هذا بالنسبة حق فصل الصيف. إذا إحنا بنروح فصل ثاني اللي هو فصل الشتاء، فصل نورديك لايت، لازم نوصل العاصمة أوسلو، ما في طيران دايركت لمناطق الشفق القطبي اللي فوق، راح نروح منها عن طريق الشركة المحلية إلى شمال النرويج. تجربة الشمال النرويجي شيء مختلف، ممكن تشوفه أي مدينة فيها الدائرة القطبية، يعني فنلندا، النرويج، وروسيا، وأيسلند. هذه مناطق ممكن تشوف فيها اللي هو نورديك لايت. هي ظاهرة تصير عبارة عن تبادل أيونات مع الهواء، تشوف الألوان الخضراء والبنفسجية، وتصير بس فصل الصيف، فصل الشتاء عفوا. ففي فصل الشتاء اللي هو نقول من شهر 11 لشهر 2 تشوف هذه الالوان. طبعا لازم تكون السماء صافيه، ما يكون فيها غيم، ما يكون فيها مطر، انت عشان تشوف هذه الظاهره. سبحان الله، يعني انا بفضل الله رحت ثلاث مدن شفت الظاهره العجيبه. وانت قاعد راح تشوف الليتات تقلب 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 تقلب، لون اخضر، لون احمر، لون اصفر، لون شيء خيالي، انت يعني عينك ما راح تصدق لما نشوفها. طبعا الشمال النرويجي هم في نشاطات معروفه ومشهوره، هناك مشهورين بتربيه كلاب الهاسكي. في واحده من الروحات او في واحده من
الرحلات اللي احنا كنا رايحينها قلنا لازم نجرب كلاب الهاي سكي. فرتبنا مع شركة محلية هناك انه ياخذونا من الفندق يودونا لمزارع كلاب الهسكي. في لها طريقه معينه يسحبك او يسحبونك الكلاب، وهذه هي وسيله التنقل كانت قبل، يسحبونك يورونك المكان. طبعا هي عبر الغابات والمناطق، طبعا بالشتاء شيء ثاني، النرويج بيضة، ف وانت بالغابات تشوف الطبيعة تلونت، صارت لون ثاني، صارت بيضة، يعني حتى الشير انت تهزه يطيح ثلج، يعني شيء مو طبيعي وشيء وايد حلو كتجربة. طبعا انت عشان تروح هناك ماينس 20 ماينس 30، انا في مرة من المرات ماينس 35، بس تمشي رموشك لحيتك شعرك يصير ابيض من كثر البرد، وال يعني هواء خفيف وجهك قلب ابيض. في نشاطات ثانيه اكيد عندنا هناك، في مثل كام يسوونه بالليل، يشبون النار على الطريقه النرويجيه او الشعب السامي، يشبون النار ويحطون شو اسمهم الخيام الملونه، فحتى منظرها بالليل مع النار يصير وايد حلو. فدار مدار النار تقعد يشون ذرة، يشون يحطون عندهم مثل شوربة مالتهم، شوربة خضار، هم عندهم هم يحبون السوسج والأشياء هذه بالنسبة حق الأجانب. طبعا إذا رحت بروحك لازم يصادفك جروب أجانب، كل واحد يتكلم عن تجربته وكل واحد يتكلم عن طريقته مع شلون لبس، شلون شرى ملابس، شلون استعد حق الرحله. فيعني التجربه وايد شيقه. الناس اللي تروح هناك خصوصا اذا صادف نورديك لايت شيء خيالي، كل واحد بيصور كل واحد بيشوف، فتطلع برا تحس نفسك ما ادري شلون رسوم متحركه، طريقه يعني كأنك قاعد تحت سينما، والسينما يغيرون الإضاءات ويغيرون الألوان، وكل هذا خلق رب العالمين. في تجارب ثانية هم وايد حلوة سويناها، مثلا تلبس في شوز خاص بالثلج ويودونك على الطريق مال أوسلو، آسف، الطريق مال ترومسو، هي منطقة الثلج. في كذا منطقة حق الشبه القطبي، بس أشهر واحدة وهي عاصمة الشمال النرويجي اسمها ترومسو. يلبسونك مثل سوت ويلبسونك مثل شوز، الشوز هذا اساس لا تغوص ريلك، ويمشونك بالثلج وتصعد غمم جبليه وتسوي يعني تحس ان انت طالع بوسط النهار وبوسط الثلج، يعني كتجربه واكسبيرينس وايد شيء حلو. في اشياء ثانيه هم من التجارب اللي سويتها بالشمال النرويجي، اللي هو البقي الثلجي. البقي الثلجي ياخذك من منتصف المدينه يوديك لمثلا في منطقه مشهوره وايد، هو عباره عن ايس دوم. الايس دوم شنو؟ عباره عن فندق ثلجي، يسوون يجمدون البلوكات الثلج ويسوون فندق. ف هذا الفندق تقدر تسكن فيه حتى بالصيف. تخيلوا درجة حرارة داخل الفندق ماينس 5 ثابتة طول الفترة، أنت قاعدة داخل أو أنت قاعد داخل ماينس 5، تطلع برا ماينس 20. شلون مسوين هذا الفندق وشلون طريقته؟ يعني حتى هم شو يسوون؟ بلوكات الثلج هذه اللي يسوونها في الفندق يشيلونها بعد نهاية الموسم، يحطونها مثل الفريزر ويردونها مرة ثانية، أساس أن هي تأخذ وايد وقت على ما يسوون هذه القرف والقرف الفندقية. وأي واحد ممكن يأجر هذه القرف مبلغ وقدره، يعني في ناس فعلا لما رحنا كانوا مأجرين قرفة من القرف أو ويسوون فيها حتى عروس. يعني شفنا مرة من المرات صادفت أن في عرس نرويجي مسوينه يم الفندق، ف عقب ما خلصوا ودوهم قرفتهم اللي بالفندق الثلجي. تخيلوا الفندق الثلجي هذا تكلفة الليلة توصل ل 1000 يورو، بس ها عملتهم مو يورو،
تذكرون الكورونا؟ عملتهم كورونا نرويجية. فأتذكر الناس اللي شنو عملتهم؟ أول ما أقول لهم كورونا، كورونا هذا غيرها. فيعني عملتهم الكورونا ما تعادل 1000 كورونا، تعادل تقريبا 36 دينار. النرويج أجمل بلد أنت ممكن تزوره بالصيف، والأجمل بالشتاء. التجربة اللي أنت تزورها وتسويها بالصيف ما راح تشوفها بأي بلد من بلدان العالم، إلا ممكن اللي توازيها سويسرا أو النمسا. بس الاختلاف إن هناك أماكن أول مرة الناس يطبها، يعني أنت على قولتهم بلد عذراء، ما حد طاب الأماكن اللي أنت قاعد تروح بالصيف. أما بالشتاء النرويج مثل ما قلت واحدة من 3 بلدان فيها نورديك لايت، أو 4 بلدان. فاللي بيروح يجرب ويشوف شيء عمره مو شايفه لازم يروح النرويج. الرحلة رقم 17 في الحلو الترحال، ثاني محطاتنا مع المهندس عبد الله الجدي، واللي بعد النرويج قرر ياخذنا لدولة يسميها الكوكب الآخر. شعب يخليك تعيش تجربة مختلفة تماما، دولة للنظام فيها الاهتمام الأول، غير الاختلاف الكبير في الثقافة واللغة. عبد الله بياخذنا إلى اليابان. اليابان، كوكب اليابان. ليش كوكب اليابان؟ لأن اليابان فيها كل شيء تتمنى. تبي تنظيم فيها، تبي نظافة، أنظف بلد بالعالم. تبي شعب، الشعب يعطيك الإكسبيرينس، يعطيك التجربة، يقول لك تعال، شنو تبي تسأل موجود. شلون تخطط حق اليابان؟ اليابان دولة منظمة جدا جدا. لازم تذكرتك قبل 4-5 أشهر. ليش؟ وايد غالية التذكرة، آخر العالم. لازم أنت مضبط أمورك مع السفارة. يعني شخصيا أنا سألت حتى ربعي اللي درسوا باليابان شلون نروح اليابان، أي مناطق، الشمال ولا الجنوب، العاصمة ولا المدن الثانية. فمن 3-4 أشهر وأنا أسأل لما هذا أول مرة طبعا، بعدها خلاص الموضوع يصير حب. اليابان كل فصل له طريقته. في موسم الشتاء، أول مرة رحت موسم شتاء ثلج، والدولة كل مكان مطر وثلج وبياض. تي أحلى موسم لها موسم الساكورا اللي هو ربيع، اللي هي شجرة الكرز. زين، من نص 3 كل المكان وردي، وكل الشير وين ما تمشي تشوف هالورد الوردي. ني فصل الصيف اللي ما حد يحبه، وبس هم هو موسم بالنسبة لهم، لأن السياح من شرق آسيا يبون البحر، يبون الرطوبة، فيروحون هم اليابان. آخر موسم اللي هو موسم الخريف هم وايد حلو، الشير الحمراء والطريقة المختلفة كدولة. خلصنا من مواسمها، طبعا أنا أنصح وبشدة بموسم ساكورا، لأن كل مكان عبارة عن لوحة، كل مكان توقف تصور، كل مكان سواء ميدان، سواء يم فندق، سواء مكان سياحي يصلح للتصوير، لأن الشير دار مدارة موجودة. اوكي، اليابان تبيها حق عائله، تنفع حق عائله وبشده. تبيها حق شباب راح يستانسون. تبيها ثقافه، مليانه ثقافه. تبيها سياحه وتمشي وسوق، مع ان ما ننصح بالسوق لان سوقهم غالي. بس بعد في عندهم اشياء خاصه فيهم، الكيك الخاص فيهم، الصناعة اليابانية كجلود ما جلود. تبيها رحلة ثقافية تقدر تزور هالمصانع. مثلا أنا مرة من المرات زرت مصنع هوندا مفتوح للجميع، مجرد أن تدز إيميل تأخذ حجز وخلصنا.
تبي تزور مصنع الأندومي، هناك وايد يحبون الأندومي والرامل والأكلات مالتهم. اليابان أول ما تسمع موضوع الأكل الكل يقول لك شلون ناكل باليابان، مع أن المطاعم اليابانية مليانة الكويت، بس هناك لما تروح تتوقع أنه ما في أكل. لا، في أكل، في مطاعم تركية وفي مطاعم يابانية تقليدية اللي هو يأكلون اللي هو التشيكن كوتسو أو اللي هو التشيكن مع الصلصة الخضراء مالتهم، أو مطاعم تركية، أو في مطاعم كثير حتى باللحم الواجيو، وهم مشهورين باللحم الواجيو وعندهم درجات، هم في مطاعم إسلامية. فيعني ما تعاني كلش بالأكل. يمكن 2017 أو 2016 كانوا كثقافة مو منفتحين على وايد بلدان، فكان قليل. بس الحين ما بعد الكوفيد خلاص قرروا انه، مع انهم اخر دوله بطلوا يمكن شهر 11 اللي فات، لكن قرروا يفتحون على العالم، يبون ناس. فمثلا المكان اللي كان فيه مطعم واحد اسلامي صار فيه 3-4. فتخيلوا انه مره من المرات كنا ندور مطعم ولا نلاقي واحد من الاخوان الجاليه الهنديه حتى مكبوس يسوي، فدشينا وكلام مكبوس، وكان اكسبيرينس غير عن الباجي الاكسبيرينس. هناك الاكل الياباني في كذا جزء، في وايد ناس يقولون احنا ما نحب الرو او ما نحب الاكل الني، في اكل ني وفي يحبون الاكل البحري. من الى الاكل البحري عندهم نمبر 1، بس مع هذا تحصل مطاعم اللي تقدر تاكل فيها. في المطاعم اللي قلنا عنها التقليديه مالتهم اللي هي التشيكن كاتسو والاشياء هذه. هذا بالنسبه للاكل. الاماكن السياحيه، الاماكن السياحيه تبي اسواق قديمه تحصل، تبي مدن ترفيهيه. طبعا اليابان فيها اكبر ديزني في شرق اسيا، فيها ديزني وورد وديزني سي، فيها مدينتين العاب. رحنا خلصنا من طوكيو، رحنا الى فوجي، منطقه جبل فوجي. طبعا الكل لما يسمع فوجي يتذكر ايام رامي الصياد الصغير وكان على البحيره يصيد سمك. فعليا هذا موجود، هذا المكان موجود. يعني انت تقدر تصعد تلفريك تشوف البحيره مالت الصياد الصغير وتشوف المنظر جبل فوجي. طبعا هم بالشتاء غير بالصيف غير بالربيع. طبعا مثل ما قلنا الربيع راح تشوف شجر كلها وردي، اما بالصيف راح تشوف ثلج شويه ذاب عن الجبل، فهم شكله حلو. وفي هم موسم هايك بالصيف، اما بالشتاء الجو وايد بارد، يدوب انك تصعد التلفريك تشوف الجبل من فوق وتنزل على اللي هي السفينه اللي توديك للطرف الثاني من البحيره. فجبل فوجي تجربه وايد حلوه انك تروح تشوفها، اللي هو رمز اليابان اصلا. حلو، خلصنا من فوجي، خلصنا من طوكيو. طوكيو طبعا هي العاصمه الاقتصاديه، هي عاصمه الاسواق، عاصمه الصناعه، عاصمه الاماكن التقليديه. بعد شلون الاماكن التقليديه، فيها اكبر معبد موجود باليابان، تروح تزوره ومفتوح للزوار. خلصنا طوكيو، نيجي حق المدينة الثانية باليابان هي أوساكا. أوساكا من المدن اللي ما تنام. أما بشكل عام اليابانيين مو اللي احنا ماخذينه انه والله يسكر الساعة 6 ولا 7، صحيح مو منظمين، بس يحبون النايت لايف، يحبون الحياة الليلية، يتمشون الأسواق. في أسواق شعبية خاصة بس بالليل، في أسواق خاصة بيوم الأحد بيوم السبت، كل يوم هم لسوق. فلما نيجي حق أوساكا في شارع مشهور اسمه ديتنبوري. هذا الشارع شنو أكلات غريبة وشنو أشياء غريبة باليابان موجود في هذا الشارع. عندك أول ما يبدأ برسمة اللاعب الأولمبي مالهم، وهذا صار معلم من معالم أوساكا. راح تمشي بهذا الشارع تشوف مثلا أكل ياباني تقليدي،
يحبون هم الاكتوبوس. فالاكتوبوس في وايد شوب، في وايد مطاعم يبيعون اللي هو رول اكتوبوس، فتشوفون الناس صافين دور تستغرب هذا حق شنو، ولا اخر شيء هذا الاكتوبوس. تتمشى في هذا الشارع انت ممكن تقضي فيه ساعتين ثلاث ساعات ما تحس من كثر ما هو منوع. وفي فاكهه الرقي، شفت الرقي العادي هذا، في مسوين رقي مربع هذا يوصل سعره 100 دينار. ليش عندهم هذه فاكهه مقدسه؟ الفراوله في ثلاث اربع الوان، في فراوله ورديه، انا اول مره اشوف فراوله ورديه باليابان، وطعمه شنو؟ زبده. خلصنا هذا الشارع اوساكا، في اكبر اكواريوم في اليابان، في تقريبا 3000 او 4000 نوع من الحياه البحريه، سمك وقروش ووايد اشياء، وفي وقت معين حق الفيدنج حق. فالاكواريوم اوساكا وايد حلو. يينا حق الترفيه والوناسه، فيها يونيفرسال ستوديو اليابان كمدينه العاب حق الكبار اكثر منها حق الصغار. تستانس وتشوف وتقضي يوم كامل هناك من التشويق، يعني انت عالم هاري بوتر، عالم سوبر ماريو، عالم يعني عوالم مختلفة. عقب ما نخلص هذين اكبر مدينتين في اليابان، جينا حق كيوتو، هي العاصمة التقليدية مالت اليابان. تبي تشوف الحياة التقليدية اليابانية القديمة، تزور كيوتو. طبعا اليابان فيها جزر وفيها اماكن فيها ثلج وفيها سكي، هذه ما راح تخلصها لانها بالنهاية كوكب. اليابان اذا ما زرتها لازم تزورها مرة بحياتك.